لغز اختفاء فتاة الدقهلية كشفته وزارة الداخلية بعد ما تبين لها إن شخصين عامل وسائق توك توك بتربطهم علاقة صداقة بالمتغيبة قاموا باصطحابها لمدينة جمصة، وهناك استولوا على هاتفها المحمول ومبلغ مالي، وبعدها وصلوها لمنزل خالتها بدائرة مركز شرطة بني عبيد. الداخلية أكدت إنه بعد الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الهاتف المحمول والمبلغ المالي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للوقعة. وكانت الطالبة مختفية في ظروف غامضة بعد ما خرجت من المدرسة خلال فترة الامتحانات، وبعد قلق كبير على مصيرها عرض أبوها مبلغ مالي كبير للي هيقول أي معلومات تساعد في العثور عليها. ورجح الأب إن بنته تعرضت لمحاولة ابتزاز إلكتروني، وإن في حد هددها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطالبها بمبلغ مالي كبير. وأرشد الأب أجهزة الأمن إلى لقطات مصورة من كاميرات المراقبة أظهرت بنته في منطقة قريبة من المدرسة وكانت بتبكي بعد ما تحدثت مع سواق توك توك حاول إقناعها بالركوب معاه، ولكنها رفضت عشان تختفي بعدها مباشرةً.